Bon, ecco qua. الله أكبر الله أكبر الله أكبر علينا لك شبه الله أكبر الله أكبر استهداف مدينة بصواريخ بالطيران الحربي يا عليك يا جاي اسحبوا يلا حسبي الله ونعم الوكيل وزوا صدام الهارة المدينة يا الله مدينة تلبيسي استهداف مدنيين بصواريخ يقومون هاري تدوير على المدنيين والأطفال تحت الأنقاض حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر 23/10/2015 الله أكبر طيران حرب يقوم ب... الله أكبر نفذ عن جاي الحرب ينفذ عن جاي انتبه عن جاي انتبه الله اكبر الله اكبر الله اكبر فردا وسلاما فردا وسلاما يا الله امين 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 يا رب يا شباب يا احمد لويس يا شباب خلوص طلعت يا طلعت طلعت اطلعت يا اطلعت 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 الحرب الرابعة الحرب الرابعة بالتنفيذ الحرب الرابعة بالتنفيذ عن قوة انتبه مكان التنفيذ انتبه اطلعت يا اطلعت يا اطلعت الحرب فوق العنقاوي باتجاه الشمال فوق العنقاوي باتجاه الشمال مكان التنفيذ الله اكبر الله اكبر غارة ثانية على ريف حلب الجنوبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيران روسي على ريف حلب الجنوبي طيران مكثف الله أكبر الله أكبر قصف على الريف الجنوبي بالطيران الروسي 6 طائرات في الجو الله أكبر الله أكبر
اكبر. الله اكبر الله اكبر. استهداف الطيران الحربي الروسي لريف حلب الجنوبي. استهداف الطيران الروسي لريف حلب الجنوبي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اربع طائرات مشاهده في ريف حلب الجنوبي. الطيران الروسي تنفذ عده غارات على ريف حلب الجنوبي. الله اكبر الله اكبر. كيف الوضع كيف الوضع عندكم يا طارق؟ نفذ نفذ باتجاه الابلي باتجاه الابلي. نفذ 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 بروحي يا شباب. هلا نفذ هلا هلا نفذ. صور على الضيعه على الضيعه. الله اكبر. 23/10 قصف على قرية تير معلى بالطيران المروحي. زاويه الصوم من مغرب لك وين ولو؟ الحرب نفذ يا تلواس الحرب نفذ. اللهم اجعل بردا وسلاما بردا وسلاما يا الله. الله اكبر الله اكبر. أربعة. الله أكبر. تحليق طائرات الاحتلال الروسي في أجواء قرية الزاوية. أطلع الحرب الروسية في أجواء قرى جبل الزاوية.
تطبيق الطائرات الحربية الروسية في سماء الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة. قصف بالطيران الحرب الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 26/10/2015. ولا يزال الطيران الحربي الروسي في الأجواء. قصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي. ولا يزال الطيران الحربي الروسي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. قصف بالطيران الحربي